ننتقل على اللي بعديها. عندنا مجموعة الأشكال الرباعية، مجموعة الأعداد الأولية. يلا مثلا مجموعة الأشكال الرباعية إيش نكتب جواتها؟ مثلا تسميها المجموعة س وتساوي مجموعة. مثلا الأشكال الرباعية مثلا المربع، المستطيل، الأشكال المشهورة معين، متوازي أضلاع، أوكي، شبه منحرف إلى آخره. ممكن نكتب هذه بعض عناصر هذه المجموعة. لما أجي أحكي عن مجموعة الأعداد الأولية، هاي خلنا نعرفها من الآن. مجموعة الأعداد الأولية خلنا نسميها مثلا مجموعة صاد أو مجموعة لام، عشان ما نخلطش بينها بين صاد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. لام تساوي مجموعة اللي هم 2 3 5 7 11 13 17 19 إلى آخره. هذول المجموعة اللي هم الأعداد الطبيعية التي لها قاسمين مختلفين فقط، لذلك الواحد ليس عددا أوليا.